رح نحكي نور بأولى محطاتنا لليوم عن حدث كتير مهم عم يتم تحضير له بشكل عام بلحظة وبدون سابق إنذار. ممكن تصبح حياة الطفل مهددة، حياة طفل صغير لما ينصاب بمرض خطير، مو وحده بس حياته بتكون مهددة، بتتغير حياة أسرة بكاملة لما بتعرف أنه ابنهم مريض بمرض السرطان. أكيد سلمى، ومع تطور العلم ومع تطور الطب دائما في بارقة أمل أنه فعلا يكون في شفاء من مرض السرطان، يكون في علاج. لنحكي عن هذا الموضوع أكثر عن المؤتمر الدولي الأول لسرطان الأطفال في سوريا. هدفه شو أبرز يمكن المواضيع اللي رح يتناولها؟ معنا دكتورة غنى نجاتي، المنسق الإعلام العلمي للمؤتمر. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم وصباح كل من معنا بالإخبارية. أهلا وسهلا فيك. خلينا نبلش مع حضرتك، يعني مؤسسة اليسار لعلاج السرطان رح تبلش بهذا المؤتمر اللي يعتبر المؤتمر الأول من نوعه. خلينا نحكي تفاصيل أكثر عن هذا المؤتمر. نحن حبينا نعمل بمؤسسة اليسار شيء جديد عن كل باقي المؤسسات الأهلية، إنه نحن مو بس منقدم علاج لأطفال السرطان، كمان نحن نحاول نقدم دراسات وأبحاث مرتبطة بأطفال السرطان. ممكن هاي الدراسات والأبحاث ترفع من مستوى نوعية الحياة اللي عندهم وتساهم بقدر أكبر برفع نسب الشفاء عندهم. لذلك هذا المؤتمر كان مبادرة من الأستاذ علي دياب رئيس مجلس أمناء مؤسسة اليسار، وحي طبعا بالتنسيق مع كل الجهات الاختصاصية والمؤسسات التابعين لها. نحن مؤسسة تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومرخصين برقم 1397 تاريخ 2020، ورغم أنه تاريخ عمرنا بالمؤسسة صغير بس عم نحاول يعني نقدم ونعطي كل شهر وكل سنة شيء جديد عن اللي قبله. هذا المؤتمر هو المؤتمر الأول لسرطان الأطفال بسوريا، ورح يكون هو بمسرح جامعة الشام الخاصة الموجود بالبرامكة. طبعا الدعوة علمية وشخصية، ما لأنه يعني هو نوعية المحاضرات اللي حتتقدم هي موجهة لأطباء مو موجهة لشريحة عامة من المجتمع، عشان هيك الدعوة ما عامة يعني، بس أي حدا بيحب يحضرنا فينه يحضرنا على رابط صفحة جامعة الشام. حننزل نحن لينك للبث المباشر، فينهم يكونوا معنا حتى فينهم يسألوا أسئلة أو يدخلوا مداخلات ومنجاوبهم فيها من قلب المسرح. طيب دكتورة، خلينا نحكي دائما لنا مع بداية حديثنا وبالمقدمة في بارقة أمل أنه فعلا يكون في شفاء وعلاج لمرض السرطان، وبالآونة الأخيرة عم نشوفه فعلا منتشر بشكل كتير كبير وخاصة عند الأطفال. خلينا نحكي شو اللي بيتضمنه اليوم المؤتمر، شو أكثر النقاط الأساسية اللي حيركز عليها لفعلا نقول في نتيجة بحثية علمية مهمة من هيدا المؤتمر. المؤتمر تبعنا رح يركز على تبادل أحدث الدراسات العلمية والطبية والنفسية والاجتماعية المرتبطة بسرطان الأطفال. لازم دائما نحن نعمل up to date للمعلومات اللي عنا. صحيح. هيكون موجود عنا نحن محاضرات متنوعة حول سرطان الأطفال بناخده من كل الجهات، حتى رح نحكي عن علاقة كورونا بالسرطان، رح نحكي عن التغذية المتوازنة لأطفال السرطان، رح نحكي عن أحدث طرق زراعة نقي العظم لأطفال السرطان، حتى حيكون معنا مندوب من وزارة الصحة رح يحكي لنا عن سرطان الأطفال في سوريا الآن. إلى الآن من وقت 2011 لهلأ ما في ولا دراسة إحصائية حكت عن سرطان الأطفال. هلأ نحن من نحاول نصير نلملم شوية دراسات على مستوى سوريا لنحاول نأسس شيء نقدر نحن نحكي فيه بإحصائيات بتشمل كل القطر العربي السوري. حيكون معنا كمان قامات علمية سورية بنفتخر فيها من خارج سوريا ومن داخلها، حيكون معنا مداخلات من روسيا، مداخلات من ألمانيا، وحتى في أطباء كتير غاليين على قلبي حيجوا خصوصي يعني من على سفر بس لحتى يحضروا المؤتمر. في مواضيع أنا كتير متحمست لها، مثل علاج الساركوما، علاج اللوكيميا، أحدث العلاج الشعاعي لأطفال السرطان، الحياة النفسية لأطفال السرطان، الدعم النفسي لأهاليهم لأطفال السرطان.
يعني مو بس نحن الناس بتعرف هو علاج السرطان فقط هو بس علاج جراح أو بس علاج يعني كيماوي، صار في أمور تانية وشغلات حديثة ممكن هي تفيدهم أكثر. لذلك نحن حبينا نعمل بهذا المؤتمر نتبادل الخبرات مع باقي البلاد مع باقي الأطباء، لحتى بالهدف الأساسي عنا نحن نقدر نحصل لهم لهالأطفال أحسن علاج دوائي بيناسب حالتهم، طبعا مع خصوصية كل حالة حسب الطبيب الأورام المشرف عليهم، وكمان شو هو الدعم النفسي المناسب لهم. نحن دائما بأليسار بنحاول ما يكون بس علاجنا طبي موجه للطفل لوحده، نحن بنتوجه للطفل بنتوجه لأسرته وبنحاول ناخدها من كل الجهات، من الجهة الطبية، من جهة التغذية، من الجهة الاجتماعية، ومن الجهة النفسية، وحتى من جهة الوقاية والدمج بعد ما هن بيكونوا وصلوا لمرحلة الشفاء ونقول عنهم أنه هن سيرفايفورز. نعم دكتورة غنى، يعني كمان ما فينا ننكر جهودكم، ولكن أيضا في جمعيات كتير على أرض الواقع موجودة وفاعلة من زمن طويل، ويمكن جمعية بسمة من الجمعيات الكبيرة واللي عم تنشط واللي عم تشتغل صلى سنوات على سرطان الأطفال، فهل في تعاون رح يكون وتشبيك بين تجارب الجمعيات السابقة الموجودة الفاعلة على أرض الواقع وبين جمعيتكم من أجل الوصول مثل ما قلتي لداتا كبيرة وموسعة؟ هل رح تستفيدوا من الخبرات السابقة بهذا المجال؟ طبعا نحن بمؤسسة أليسار بنشتغل بالعقلية المنفتحة، بنشبك مع كل الأطراف يلي هي بتساهم برفع سوية علاج الأطفال. جمعية بسمة مدعوة لحضور المؤتمر ومشاركة معنا بالمؤتمر، عنا جمعية التصلب اللويحي موجودة، جمعية أصدقاء دمشق موجودة، أكثر من مؤسسة أهلية ومن جمعية ممكن تكون هي مقدمة شيء على صعيد الخدمات الطبية لأطفال السرطان أو لغير فئات تانية من المجتمع حتكون موجودة معنا، لأنه بالنهاية هي مسؤولية يعني لقلنا كلياتنا، مو مسؤولية شخص لحاله ولا مسؤولية دولة واحدة ولا مسؤولية مؤسسة واحدة ولا مسؤولية جمعية واحدة. موضوع سرطان الأطفال هي قضية مجتمعية وبده كلياتنا نحن نتكاتف ونحط إيدينا بإيدين بعض لحتى فعلا نقدر نقول أنه نحن قادرين نقدم لهم شيء بيليق بقلبهم الطيب وبيليق بالبراءة يلي أنا بيسحروني فيها وقت بتعامل معهم. طيب دكتورة خبرينا، قلتي في مشاركات رح تكون من خارج سوريا، شو هي المشاركات من خارج سوريا؟ وقديش إقامة هيك مؤتمرات فعلا بتعطي أمل أنه ممكن مع التطور العلمي والطبي يكون في علاج إن شاء الله لمرض السرطان؟ إحنا مؤتمرنا حيكون على مدى يومين، أربع جلسات كل يوم جلستين بخمسة وبستة آلول. بأول جلسة رح نحاول نحن نستقبل فيهم المشاركات الخارجية لحتى يكون في تنسيق أفضل. بالجلسة الثانية المشاركات المحلية اللي هي من سوريا ومن المحافظات القريبة من دمشق. يعني نحن عنا من روسيا حيكون معنا الدكتور جهاد حداد، عنا الدكتور زهير سرور من ألمانيا حيكون كمان معنا، وعنا الدكتور كينان كنفا، وطبعا كل هدول قامات علمية طبية لهم دراساتهم ولهم بصمتهم بسرطان الأطفال. حاولنا نحن نجيبهم بشكل شخصي لكن هنا مرتبطين بعمل، لذلك رح يكونوا معنا أونلاين، حيكونوا معنا عبر برنامج التليجرام عن طريق رابط صفحة جامعة الشام. في كتار قالوا لي الزوم أحسن لك غنى، خليهم يكونوا على برنامج الزوم، لكن لقيناه عم يقلل من سرعة النت مشان ما يقطع الاتصالات، فهنا عبر برنامج التليجرام. كذلك بدي أقول أنه بهذا المؤتمر هي المشاركات الخارجية والداخلية هي لحالة إثبات أنه سوريا قادرة رغم الحصار الاقتصادي، ورغم أنه مرقت فترة يمنعوا الأدوية عن أطفالنا، ورغم أنه مرقت فترة صاروا يحاولوا يحاربونا بهدول الأولاد البريئين، سوريا لساتها قادرة تكون هي منتجة لأبحاث علمية وقادرة حتى أنها هي تعطي الخبرات اللي عندها للدول يلي غيرها. وطبعا أنا بتشكر كل المشاركين والقائمين بالمؤتمر، وبعتبر هذا المؤتمر بحد ذاته هو نجاح مو بس لمؤسسة أليسار، نجاح
النجاح لسوريا، انه رغم كل شيء مرقنا فيها لسه نحن عم نستضيف مؤتمر، ولسه نحن يلي رح نقدم شيء للي حوالينا من باقي الدول. ان شاء الله ان شاء الله. اكيد خلينا نحكي كمان اليوم عن مؤسسه اليسار، مو بس على صعيد المؤتمر اللي عم بيتم تحضيره، ايضا نحكي عن المؤسسه بشكل عام. ونرجع هيك نعمل فيدباك صغير نذكر المشاهدين عن اهميه الدعم النفسي لسرطان الاطفال، اللي انتم عندكم نشاطات كثيره صح سنه، ولكن عملتوا نشاطات كثيره بهذا المجال. هلا انا بصفتي بمؤسسه اليسار انا عضو مجلس امناء وانا مدير برنامج الدعم النفسي لاطفال السرطان. نحن باليسار عندنا 7 برامج، كل واحد بيشتغل باختصاصه. عندنا البرنامج الطبي مسؤول عنه طبيب اورام، عندنا البرنامج النفسي، برنامج الوقايه، برنامج التغذيه، برنامج الدراسات والابحاث، وبرنامج الدمج بعد ما هن بيخلصوا علاج ان شاء الله. نحن بالمؤسسة عملنا وقفات ومحطات كتير حلوة بحياتنا وبحياة الأولاد يلي معنا. ساوينا أول ماراثون كان هو كمان خيري، وكان الدعوة فيه عامة، وكمان وقت أجت الإخبارية السورية وغطتنا وكانت هي انطلاقة لليسار. ساوينا كمان محطة جميلة جدا بالمركز الثقافي الروسي اسمه شكرا من القلب، وكرمنا فيها القامات العلمية اللي هي عم بتساهم بأبحاث ودعم أطفال السرطان. بالنسبة أنا لشغلي كمدير برنامج الدعم النفسي، أنا مو لحالي بشتغل، أنا عندي مني فريق تطوعي للدعم النفسي بياخد العقل، هن سبب نجاح المؤسسة، هن الأزرع الحقيقية يلي عم تنمد ويلي هي عم ترسم البسمة على وش أولادنا. دائما أنا بقول لهم نحن شغلتنا بالدعم النفسي لأطفال السرطان أنه نحن نعمل لهم time out of cancer، نعطيهم وقت مستقطع عن السرطان. أرجع أذكره لهذا الطفل أنه أنت من حقك تفرح، من حقك تضحك، أنت مو بس أنت مريض سرطان، أنت كمان طفل بحق لك ترسم، بحق لك تخبص بالمعجون، بحق لك تروح مشاوير. فدائما أنا بحاول أقول لهم الجانب الترفيهي اللي والفعاليات اللي نحن عم نقدمها هي بالنسبة للأطفال أنه زيارة لطيفة لحديقة الحيوان، أو والله مشروع ترفيهي أو ورشة عمل صغيرة عملنا لهم إياها بالأشغال اليدوية، لكن هي بتكون بالنسبة لي أنا مدروسة كتير سيكولوجيا لحتى نحاول نرفع لهم من ثقتهم بنفسهم، نعيد دمجهم بالمجتمع، نرجع نحسسهم أنه في مكان تاني بيروحوا عليه غير المشفى، في شيء بإيدهم عم يعملوه غير الجرعة اللي عم تتعلق، في أشخاص بيحبوهم بحياتهم غير أهلهم، نعرفهم على أصدقاء أجداد يكونوا هن من فريق الدعم النفسي اللي هن يعني health cares، يعني بيكونوا بيعرفوا كيف يقدموا الصحة النفسية، بيعرفوا كيف يعطوا هاي الإحساس بالمشاركة الوجدانية بدون ما يكون فيها إحساس بالشفقة. أنا دائما بقول لهم هدول الأولاد هن مو بس أبطال، هن كمان ملائكة، وهدول الملائكة مسؤوليتنا كلياتنا نحن أنه قد ما بنقدر نرسم لهم بسمة على وشهم، لأنه الدعم النفسي حسب كل الدراسات الطبية والعلمية بيخفف مستوى عتبة الألم صح. وكمان بيرفع من مستوى الشفاء. في كتير حالات دراسات أنا قريتها بجامعة كامبريدج تحسنت بسبب الدعم تمام النفسي. لأنه كان عندهم دعم نفسي ارتفعت مناعتهم العضوية. هاي نقطة كتير مهمة معك دكتورة، لأنه يمكن التعامل مع الأطفال مختلف مع الكبير، الطفل بيكون كتلة من الطاقة وكتلة من الحياة، فهو بده يفرغ هي الطاقة وبيجي هيدا المرض يا حرام يعني نوعا ما بتلاقي بيهد طاقته، بياخد جزء من طفولته، بيأثر عليه بشكل كتير كبير. الدعم النفسي حكيتي عن برامج جدا مهمة، وقديش في إلى دراسة تكون فعلا إلى أثر إيجابي، هي نقطة كتير مهمة، الدعم النفسي لرفع مناعته، لفعلا يحس حاله الطفل مثله من مثل باقي الأطفال. بس هيدا الدعم النفسي مشترك، قديش بيلعب دور بنفسية الطفل وآثار العلاج عليه مع الأهل والعيلة، يعني مع المجتمع المحيط، مع يعني الدائرة المحيطة فيه، لأنه دائما بنقول أنه يا حرام في نظرة الشفقة بتلاقي لأنه مرضان، لأنه هي كمان بتلعب دور. فهي تشاركية بين فينا نقول المشفى، بين المؤسسة والجمعية، وبين الدائرة المحيطة بالطفل بشكل كتير كبير. مزبوط حكيك صح، لأنه سرطان الأطفال هو مو بس بيمس هذا الإنسان الصغير لحاله، هو كمان بيأثر على عائلته وبيأثر على كل الانفايرومنت البيئة المحيطة فيه، بغض النظر هو كان موجود يعني بهي البيئة حاليا، بيئة مدرسة أي هي نيبرهود الحارة اللي هو موجود فيها، أو على صعيد الأسرة الممتدة. دائما نحن بنحاول نتوجه للأهل مع الطفل، لأنه بس أنا
بخلي الاهل كمان هن عندهم مشاعرهم السلبيه اللي بحاجه يعبروا عنها، مو بس صحيح. الطفل عنده شعوره بالغضب والتساؤلات تبع ليش بالذات انا هيك صار معي، او لامتى انا بدي ضل هيك، او عن جد هو بده يضل معي فور ايفر وهيك، هي كل التساؤلات كمان موجوده عند الاهل. لذلك الدعم النفسي بيتوجه للاهل وللطفل. نحن بأليسار عنا الاستاذه باسمه صافيه، هي دائما بتنسق مع الاهالي، بتقدم لهم جلسات يوغا، بنكون نحن عم نشتغل مع الاولاد جلسات ترفيهيه، والاهالي بيكون عم نعمل لهم جلسات تجديد للطاقه الروحانيه اللي عندهم، بيحكوا فيها مع بعض شو عندهم منهم خبرات، شو عندهم منهم آلام مشتركه. انا دائما بقول لهم كلمه انه تبع انا فهمان عليك انت شو حاسس، او انت بعرف انت كيف عم بتفكر، هي غلط نقولها للاهالي او غلط نقولها للطفل. فنحن وقت بنكون عندنا حدا فعلا هو عم بيشاركنا هالتجربه، هي ام مثلي مثلها عندها منا نفس الحاله بالبيت، ساعتها اذا هي حكت شيء انا بتقبله اكثر لو كان بروفيسور يلي عم يحكي لي، لانه بقول فعلا هي فهماني انا شو حاسه، هي شافت الشيء اللي انا عم اشوفه. غير هيك هي نحن بنسميها جروب ثيرابي، يعني برامج علاجيه جمعيه، وقت بيحسوا كلياتهم عندهم منهم نفس البروبلم نفس المشكله، بيصيروا بيحسوا اي ام نوت الون، انا مالي لحالي، فبتخف من الم المشكله عنهم، ما بتنتهي المشكله، لكن بيصيروا بيحسوا انه الم النفسي عليها اخف واقل. أنا بدي أقول لكل حدا عم يسمعنا عنده منه حالة لطفل عنده سرطان، أو موجود هذا الإنسان بمدرسته بعيلته بالحارة اللي هو موجود فيها، في كلمات كتير نحن بنحاول نستعملها بباب المحبة، مثل كلمة الله يشفي، على صعيد أنه أنا عم بنقلهم شعوري الإيجابي لقلهم، لكن هي بتكون هدامة لثقتهم بنفسهم، وبتكون بتأثر عليهم بطريقة سلبية. الشفقة بعرف هي ممكن تطلع بطريقة غير مقصودة منا، وهي ممكن تكون جاي من باب محبة، أو جاي من باب إحساسنا بالألم أنه هذا الطفل الصغير عم يمرق بهالتجارب الصعبة، لكن الشفقة هي عكس الدعم النفسي. لذلك نحن مطلوب منا أنه نعاملهم كأنه هن طبيعيين، ما في شيء ابدا بينقص عليهم، لكن ضمن حدود امكاناتهم وقدراتهم. نعم. ونكون دائما مستعدين لانه نحن نستقبل ردات فعل متنوعه منهم، الطفل عنده منه بهي المرحله ممكن شعور بالغضب، عنده منه شعور بالرغبه احيانا بالعزله، عنده منه احيانا شعور بالرغبه بالبكاء، احيانا عنده منه مشاعر مختلطه بيقول لك انا ما عرفان كيف حاسس، انا ما عرفان كيف احكي. نكون نحن دائما نحسسه انه انت شو ما طلع منك، شو ما حابب تحكي، شو ما حابب تعبر، اتس اوكي، انا موجود وحاتقبل هذا الشيء. ما نجبرهم يطلعوا نشاطات اذا ما بدهم، وما نجبرهم كمان يوقفوا بكى اذا هن حاسين حالهم بدهم يعبروا على الحداد النفسي والالم النفسي اللي هن فيه. وهذا الموضوع كتير فيه دقه، لانه كل طفل بحد ذاته حاله خاصه بحد ذاته، يعني كل شيء انا هلا حكيتها يعني something common، شغلات شائعه، لكن اذا انت بتشتغلي معهم على ارض الواقع بتلاقي كل واحد نظريه لحاله، وكل واحد بده منه طريقه خاصه بالتعامل. لذلك مبدأ الفروق الفردية هون بدنا ناخده بعين الاعتبار وبدنا نحترمه، وكل ما نحن عملنا شيء طالع من قلبنا كل ما بيوصل لقلبنا. أنا بطم بقلهم للفريق التطوعي شو ما طلع معكم للولاد إذا من قلبكم حيوصل عند هاي الجملة. أنا بدي وقف، مثل ما قلتي كل ما عملنا شيء من قلبنا رح يوصل لقلوب الناس، هون بدنا نوقف حديثنا ونقلك نتمنى عن جد قلوبكم المليانة حب وخير تقدر تدعم كل قلوب الأطفال المليانة أيضا حب وخير، بنتمنى الشفاء للكل. بدنا نشكر وجودك دكتورة غنى، ونتمنى لكم التوفيق أكيد بالمؤتمر الأول. شكرا للاستضافة.